تفكر في انه هم بيكرهونا ليه، بيكرهونا ليه، او لو ما كرهوناش يبقى في عندهم حاجه عقليه. ناس طول الوقت قاعده بترفع السلاح، طول الوقت قاعده بتذبح الناس، طول الوقت بتسلخ الناس، طول الوقت بتحرق الناس، طول الوقت بتدهس الناس، طول الوقت عماله تحط في عبوات ناسفه وتفخخ سيارات الى اخره، وعايزهم يحبوك ليه؟ قول لي ايه اللي قدمه المسلمين للعالم في القرن العشرين بالكامل؟ بالكامل. بلاش، قول لي ايه اللي قدموه المسلمين الاتراك فيما اطلق عليه الدوله العثمانيه للغرب؟ ذبح، مذابح، خزوقه اذا صح التعبير، وبالتعبير او بالاستخدام الحرفي خزوقوا الاوروبيين على اسنه الرماح. ده حقيقي، ده اللي جرى، ده اللي عملوه الاتراك في اوروبا في القرن ال 16 والقرن ال 17، ده اللي عملوه. عملوا ايه المسلمين الاتراك تجاه جيرانهم في المنطقة العربية اللي غالبيتها مسلمين بشكل او باخر؟ استعبدوهم ونكلوا بيهم ووضعوا عليهم الضرائب المبالغ فيها وحطوا يعني قرفوهم في عيشتهم. طيب المسلمين في القرن العشرين قدموا ايه للغرب غير نظريات او 19 و20 غير نظريات ابو الاعلى المودودي وسيد قطب وابو بكر ناجي واسامة بن لادن ومش ايه اللي قدموه المسلمين للغرب؟ قول لي كده ايه اللي قدموه. مش تقول لي وقدموا ادب نجيب محفوظ وقدموا احمد علم احمد زويل. هؤلاء الناس ما بيحسبوش في هذه الحاله على ان هم مسلمين ولا حاجه، هم بيحسبوا في النهايه خالص. قول لي شافوا ايه من المسلمين غير ان هم بيفخخوا مدن وعواصم؟ قول لي شافوا ايه من المسلمين غير ان هم بيدهسوا الناس؟ شافوا ايه من المسلمين غير بيطلقوا عليهم النيران؟ شافوا ايه من المسلمين غير ان هم بيحرقوهم داخل الاقفاص وبيحرق مسلم زيه برضه يعني، ويحتكر الإسلام في شخصه وفي نفسه وبالكتير يحتكره لجماعته؟ شافوا منهم إيه عشان يحبوهم عشان يستقبلوهم في بلادهم؟ وتقول يا ترى هم بيكرهونا ليه؟ وبعدين تبدأ تبتكر مصطلحات إنها المؤامرة الدولية على الإسلام. يا راجل المؤامرة الدولية على الإسلام ده معناها أن المسلمين يذبحون في شتى أرجاء الأرض، في حين أن العكس صحيح، كل من هو غير مسلم هو ده اللي بيذبح، صح ولا أنا غلطان؟ يعني انت هتيجي تقولي وهل نظرت الى الأقلية المسلمة في الهند والأقلية المسلمة في مالي؟ الحقيقة انا لقيت ان المسلمين بيقترفوا مذابح ضد الأغلبيات المسيحية او غير المسيحية في شتى أرجاء المعمورة. فهتلاقي انه المسلمين طول الوقت يتباكون ويولولون ويلطمون الخدود. الحقوا يا جماعة الغرب بيتآمر علينا. ماشي حاضر، افترض يا سيدي ان الغرب متآمر عليك ومستقصد انه دايما يطلع الصورة الوحشة، فين الصورة الكويسة؟ يعني مسلمي الدولة العباسية صدروا صورة جيدة، صدروا البحث العلمي عن طريق ما يطلق عليه العلماء المسلمين اللي بالمناسبة أغلبهم ما كانوش من شبه الجزيرة مثلا، يعني أو قل كلهم ما كانوش من شبه الجزيرة، كلهم من الدول أو المناطق التي أطلق عليها لقب الأمصار، يعني شمال إفريقيا وما يطلق عليه مؤخرا الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، مناطق وسط آسيا. الدول العربية قدمت إيه للعالم؟ ولا حاجة. الدول الإسلامية أو ما يطلق الدول قدمت إيه للعالم؟ ولا حاجة. قدمت إيه في البحث العلمي؟ قدمت 2 3 4 10 علماء في 1435 سنة يا راجل. طب بلاش دي، احنا هنطير ال 435 سنة وخلينا في الالف سنة. في الف سنة قدمت 10 علماء مهمين. اللي اخترع الطيارة جاي منين؟ الصاروخ، مكوك الفضائي، نظريات الطرد المركزي، ميكانيكا الكم، نظريات النسبية، مين اهم فلاسفة؟ مين جاي منين؟ مش من عندنا. فانت عايزهم يحبونا احنا؟ في الاخر خالص هيبقى الدول التي ترعى الارهاب مثل بريطانيا تستحق، لا لا تستحق ولا حاجة. البني ادم لا يستحق ان يقتل ولا يذبح ولا يدهس.